أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة بأهم العناوين. نقرأ من الشرق الأوسط: هجوم صاروخي في العراق ببصمات إيرانية. في صحيفة الزمان: استهداف المصالح الأمريكية يحرج بغداد ويظهر عمق النفوذ الإيراني. وفي صحيفة البصائر: ميليشيا الحشد تستولي على منازل المواطنين في قضاء القائم. في الهيئة نت: السرطان يفتك بالبصرة والمشافي عاجزة على تقديم العلاج. وفي المدى: مقرب من الصدر يقول عبد المهدي سمح للأحزاب بالتدخل باختيار الوزراء. في العربي الجديد: المعارضة السودانية ترفض دعوة المجلس العسكري للعودة للمفاوضات. وأخيرا وليس آخرا، في صحيفة الحياة: ترامب يلوح بزلزال انتخابي خلال إطلاقه حملته لولاية ثانية. خمس اعتداءات على مطارات وقواعد تدريبية للقوات الأمريكية ومقرات لشركات النفط العالمية في العراق في الأيام الستة الأخيرة، كلها تحمل بصمات الحرس الثوري الإيراني وميليشياته، وتفضح هشاشة الصورة العراقية بدائرة المواجهة بين واشنطن وطهران. جويس كرم يقول في موقع الحرة إن بين ضرب قاعدة بلد يوم الجمعة الفائتة وبعدها تاج الاثنين ثم مجمع القصور في الموصل ومقر شركة إكسن في البصرة هناك خيط مشترك لهذه الاعتداءات يوصل إلى إيران. تكشف الاعتداءات هشاشة الحكومة في بغداد وفشلها مرة بعد الأخرى رغم الالتزامات الشفوية والكلام الإعلامي من تقويض سلطة الميليشيات وحماية الشركات والقوات الموجودة في العراق. إن سلطة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البلاد برهم صالح وقدرتهم على ضبط الوضع تبقى أسيرة 15 عاماً من البنية الميليشياوية التي تأصلت في العراق. يدرك الحرس الثوري أن الساحة العراقية هي الأسهل لحشر الأمريكيين نظراً للمد الميليشياوي وضيق خيارات الرد بالنسبة لقوات واشنطن. قرار ترامب إرسال 1000 جندي إضافي إلى المنطقة وتجديد العقوبات النفطية على إيران هو الرد الأمريكي على كاتيوش العراق وألغام السفن. واشنطن غير مستعجلة ولا تريد إشعال مواجهة عسكرية مع إيران تفيد الحرس الثوري الإيراني إلا في حال ضرب قواتها مباشرة. العراق هو الخاسرة الرخوة لواشنطن بسبب عدم وجود خيارات كافية للجيش الأمريكي للرد. فرغم اتصالات مايك بومبيو ببغداد وزيارته الشهر الفائت ورغم إرسال تحذيرات لإيران عبر الوسيط العراقي لم تتوقف الاعتداءات. دخول أمريكا في مواجهة مباشرة مع إيران في العراق سيعني خسارته نظراً لامتلاك طهران أوراق نفوذ أكبر على الأرض، أما تجاهلها فيحرج واشنطن إقليمياً وخصوصاً في حال استمرت الاعتداءات. الكاتب يرى أنه مع ذلك وفي المدى المنظور تحمل أمريكا العصا الأكبر في وجه تهور إيران في العراق وخارجه مع ازدياد عزلة طهران الدولية واقتراب الأوروبيين من معسكر واشنطن وتحذيرهم من انهيار الاتفاق النووي. طبعاً إيران لديها كاتيوشا وألغام وميليشيات وأوراق رهائن، إنما هذه لم تعد كافية لتعويم الاقتصاد الإيراني أو قلب معادلة النفوذ البحري وخلق أزمة نفطية بمضيق هرمز. يبدو المشهد شديد التناقض وموغلا في السخرية، جهات مسلحة تطلق صواريخ تجاه شركات النفط في البصرة، في الوقت نفسه تقوم الأجهزة الأمنية في البصرة نفسها بإعادة اعتقال الضابط صاحب الفيديو الخاص باعتقال رجل الدين الإيراني علي حسين. يقول في صحيفة المدى إنه في صفحات السخرية العراقية يمتد حبل المفاجأة ليخبرنا أصحاب الأخبار العاجلة أن هناك قراراً بإعادة عدد كبير من الضباط الكبار الذين تسببوا بضياع مدن إلى الخدمة مع تعويضهم.
يقدم لنا مسؤولون قرارات مضحكة لا تفرق بين هيبة الدولة التي تتجول منصات الصواريخ فيها علانية تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، وبين احترام دماء لضحايا قتلوا وشردوا بسبب إهمال أمني. إن هيبة الدولة التي يصرخ بها البعض من السياسيين ليست جملاً نتشدق بها، بل قرارات يصنعها مسؤولون يستجيبون لحقوق الناس ومطالبهم. ويخطئ من يتصور أن هيبة الدولة يمكن أن تتحقق دون مراعاة لهيبة القانون وقدسيته والانتصار لكرامة الوطن والقصاص لكل من ينفذ سياسات دول أجنبية على أرض العراق. اليوم حين يريد البعض أن يحول الوطن إلى رهينة لصواريخه ويصبح أمن الوطن على المحك، فإننا نطرد من عقولنا قانون الغاب ونصر على قانون البشر، ولا نبكي علانية وفي السر نفرح ونسعد ونصفق لصواريخ تطلقها جماعات مسلحة. يأتي إطلاق الصواريخ في الموصل والبصرة بعد ساعات من بيان رئيس الوزراء الذي حذر فيه الجماعات المسلحة في تحدي مباشر للدولة التي لا نعرف حتى هذه اللحظة لماذا تعلن أسماء هذه الجماعات والجهات التي ترتبط بها، والتي يتبين كل يوم أنها لا تريد نهاية أو خاتمة للخراب الذي يحيط بالعراقيين من كل جانب. الكاتب يقول إنه بدلاً من أن يطالب مجلس النواب بإجابات شافية على سؤال محير، كيف استطاعت هذه الصواريخ أن تنتقل في البصرة ومدن أخرى بكل خفة ورشاقة والطريق مزروعة بمئات السيطرات؟ نراهم يهرولون صوب الفضائيات، يطلقون خطابات تطغى عليها لغة المنافع، ويسخر أصحابها أنفسهم للدفاع عن الخراب، مدعين أنهم بذلك ينقذون العراق. أدى تصاعد حدة التوتر الأمريكي الإيراني وازدياد الضغط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران إلى احتمال أن يصبح العراق ساحة صراع سياسي وعسكري للخصمين، بالنظر إلى قرب العراق من إيران ووجود الميليشيات الموالية لطهران وتأثير الإعلام الرسمي الذي تسيطر على توجيه أحزاب إيران خدمة لأجندتها. أمير المفرجي يقارن في مقاله بصحيفة القدس العربي بين موقف العراقيين وموقف حكامهم من الصراع الأمريكي الإيراني. على الرغم من التأثير الإيراني الهادف إلى تزييف الحقائق ومحاولة دفع العراقيين للقبول بالأمر الواقع الذي تم فرضه من خلال النظام السياسي الطائفي والذي يدعو إلى الاستعداد للحرب للدفاع عن إيران، إلا أن وعي الشارع العراقي العابر للطوائف قد قسم بشكل ما آراء العراقيين بين احتمال فكرة أن يكون بلدهم الضحية الأولى للخصمين المتصارعين، أو أن يتيح هذا الصراع الفرصة التي طال انتظارها لاستقلال بلدهم وإبعاده عن التأثير الإيراني القومي الذي يراه الكثيرون السبب الرئيس في غياب الاستقرار وتفاقم المشاكل السياسية والاجتماعية والفساد التي أنتجتها سياسة الفرز الطائفي للأحزاب الحاكمة الموالية لطهران. في الوقت الذي تستمر فيه الولايات المتحدة الأمريكية غض النظر ودعم العملية السياسية لبقاء النظام العراقي واستمراره على الرغم من انحيازه الواضح للسياسة الإيرانية الاستعمارية في المنطقة، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الأغلبية الساحقة من العراقيين تتفق في رفضها للتواجد الإيراني، لكنها تختلف حول النتائج التي قد تخلفها الحرب الأمريكية على إيران والاحتمالات الواردة لتقسيمها ستفيد العراق وتعيد عافيته وسيادته. الكاتب يرى أن العراقيين لا يريدون أن تشن أمريكا الحرب على جارتهم، ولكنهم لن يدافعوا عنها إذا ما ضمن لهم إنهاء تدخل إيران واستقلال وطنهم. على العكس من الموقف الرسمي للنظام العراقي المتشبث بالسلطة، فالدفاع عن إيران في نظرهم هو الضمان لبقائهم على الكرسي، فعسى ولعل أن يحالفهم الحظ ويتصالح في نهاية الطرفان المتصارعان، لأنه الضمان في استمرار النظام الطائفي والعمالة لخدمة الإيرانيين والأمريكيين.
لم تكن الأخبار عن نشر قوائم تعيينات المناصب الكبرى وفق صيغ المحاصصة بين مجموعة من الأحزاب العراقية مفاجئاً، فقد كانت العملية نتاجاً لمفاوضات تجري منذ مدة. رافد جبوري يرى في صحيفة الزمن أن الصدمة كانت واضحة، خصوصاً عندما علقوا آمالهم على تغيير إيجابي يأتي نتيجة الانتخابات التي جرت العام الماضي وأفرزت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. لم تكن تلك الآمال واقعية، فقد كانت طريقة توزيع الرئاسات وتشكيل الحكومة بعد الانتخابات استمراراً للطريقة التي تجري بها الانتخابات وتعين بها الحكومات وفق منهج المحاصصة الطائفية الحزبية. ما تغير هو أن نظام النقاط التي تتوزع بموجبها المناصب الوزارية لم يطبق هذه المرة، لذلك لم ترضى كتل معينة بما حصل لأنها لم تحظى بشيء أو حظيت بالقليل فقط. المناصب الكبرى المنشورة في قوائم اتفاق الأحزاب على التعيينات تحتاج للمصادقة عليها في مجلس النواب، لذلك يأتي الاتفاق المحاصصتي الآن لتحصل القوى السياسية وخصوصاً تلك التي حققت نتائج متقدمة في انتخابات العام الماضي على حصة ترى أنها تستحقها. تأتي هذه الحصة على حساب أنصار المالكي الذين ضعفوا مع تراجعه ومع انقسام حزب الدعوة بينه وبين رئيس الوزراء الذي خلفه حيدر العبادي. هي إذن معادلات المحاصصة والمناصب دائماً التي تحرك القوى السياسية العارفة تماماً للقيمة الاقتصادية لكل منصب من المناصب. ما يشهده العراق اليوم هو إعادة توزيع للحصص جزئياً إقراراً لواقع سياسي جديد كان عنوانه انحسار حزب الدعوة وأجنحته وأتباعه وتكريس صعود التيار الصدري وتحالف الفتح في الساحة الشيعية. بحسب الكاتب فإن هذه القوى وغيرها من الحاصلين على الحصص تعمل على تسويق الأمر لأنصارهم على أنه مكسب. كل هذا طبعا لا يعني أن الأمور جيدة، فهناك شرخ كبير يتسع بين جمهور غاضب وبين القوى السياسية، لكن السنوات السابقة ظهرت أنه مهما توترت الأوضاع فإن القوى السياسية قادرة على امتصاص النقمة الشعبية أو قمعها بسرعة. فالنظام السياسي العراقي يستمد قوته من دعم الولايات المتحدة وإيران له. في مواجهتها لصفقة القرن تراهن السلطة الفلسطينية على ورقتين رئيسيتين اثنتين ضعفها وشرعيتها. الورقتان لعبتا أدوارا متفاوتة الأهمية في وجه بعض التحديات التي اعترضت مسيرة الفلسطينيين نحو الحرية والاستقلال. عريب الرنتاوي يرى بصحيفة الدستور الأردنية أن هناك شكوكا كثيفة باتت تحيط بجدية هاتين الورقتين وجدواهما وهو ما يتعين على السلطة والفصائل الفلسطينية إمعان النظر فيه مجدداً أقله لتفادي المفاجأة وسوء التقدير والحساب. في الحرب الاقتصادية الشرسة التي تخوضها إسرائيل والولايات المتحدة ضد السلطة وتحت شعار تجفيف الموارد، لم تجد السلطة من وسيلة للرد على خصومها سوى التحذير من مغبة انهيارها، انطلاقاً من فرضية أن بقاء السلطة واستمرارها فيه مصلحة لإسرائيل وأمنها القومي. على السلطة أن تدرك أن انحراف إسرائيل وانجرافها المستمرين صوب التطرف الديني والقومي سيجعل من هذه الفرضية هباء منثورا. فمن يريد ابتلاع كل أو معظم أو بعض الضفة الغربية بعد أن ضم القدس إلى سيادته لن يضيره في المدى المتوسط بقاء السلطة أو انهيارها. بإجماع نادر رفض الفلسطينيون صفقة القرن وصمدت قيادتهم في وجه الضغوط الكثيفة التي مورست عليها بهدف تطويعها وتركيعها، لكن الرفض الفلسطيني ظل سياسياً ومعلقاً بالهواء. لم نرى مفاعيل أي سياسات أو استراتيجيات بديلة تكفل تعزيز جهاز المناعة الوطنية لدى المجتمع الفلسطيني وتعظم قدرته على الصمود والثبات على أرضه. لم نرى أي تغيير جوهري في النهج الذي قادنا إلى ما نحن فيه وعليه الآن.
لن يكون لرفض صفقة القرن أي مغزى أو معنى ما لم تقترن الأقوال بالأفعال وما لم يبنى على الشيء مقتضاه. الكاتب يؤكد أن الرهان المعقول على أن قوة السلطة في ضعفها وقوتها في شرعيتها هو رهان قد لا يستمر طويلاً قبل أن يسقط سقوطاً ذريعاً ما لم يخلي القديم مكانه للجديد. قديم السياسات والاستراتيجيات ودوات النضال وقديم القيادات والمؤسسات الشائخة والمترهلة لتكتسب الحركة الوطنية زخماً جديداً وتعيد منظمة التحرير لحمتها بشعبها وإجاله الشابة على نحو خاص. كل المؤشرات الراهنة تدل على أن الوضع في السودان يتجه نحو التصعيد، فقد تبخر التفاؤل الذي ساد لبرهة بعد المبادرة الإثيوبية لتحريك المفاوضات المتوقفة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وحل محله إحساس بالترقب لما تحمله الأيام المقبلة. عثمان مرغني يقول في صحيفة الشرق الأوسط إنه منذ صدمة فض الاعتصام وما رافقها من عنف مفرط وقتل كانت هناك قناعة أن واقعا جديدا فرض على الساحة وأن مواجهة عاطية لابد أن تحدث بين المجلس العسكري والشارع المحتقب. المجلس العسكري يسرع الخطى لإعلان حكومة مدنية يتجاوز بها قوى الحرية والتغيير ويلتف بها على مهلة الاتحاد الإفريقي التي تنتهي في 30 حزيران الجاري، مما سيخلق واقعا جديدا في الساحة السودانية يوسع دائرة الاستقطاب ويرفع حدة التوتر. مقابل ذلك قررت قوى الحرية والتغيير وقيادة تجمع المهنيين تصعيد العمل الثوري الميداني بالعودة إلى مظاهرات الشوارع والحشد تدريجيا لتنظيم ما يوصف بأنه أضخم مظاهرة في تاريخ السودان. ركز المجلس العسكري كل جهوده على محاولة إيجاد حاضنة اجتماعية وسياسية جديدة تعطيه ما يراه مشروعية شعبية ينافح بها المشروعية الثورية لقوى الحرية والتغيير، ويتخطى بها هذه القوى في تشكيل السلطة للفترة الانتقالية. تفكيك هذا الكلام يعني دعم المجلس العسكري في مسعاه ليكون السلطة السيادية، وكذلك دعم تحركاته لتشكيل حكومة مدنية يتجاوز بها قوى الحرية والتغيير. هذه الحكومة ستشكل من أطراف تمثل قوى وأحزاب سياسية تعاونت مع نظام البشير أو خرجت من رحمه في مراحل مختلفة، إضافة إلى أحزاب صغيرة تعرف بأحزاب الفكة لدى السودانيين لأنها واجهات بلا قواعد شكلها النظام السابق لإعطاء مشروعية زائفة لمؤتمراته الحوارية. الكاتب يرى أن قوى الحرية والتغيير وهي ترى تحركات الرامية إلى تجاوزها بل ومحاولة إلغائها من المشهد الراهن لم يكن أمامها سوى العودة إلى تصعيد العمل الميداني والعودة إلى التظاهرات بهدف الحشد لمواجهة كبرى يرى كثيرون أنها ستكون الفاصلة وليست بعيدة استنادا إلى الخطوات المتسارعة في هذه الأيام. تعكف جزيرة ليدو السويدية المنخفضة الانبعاثات على إطلاق قائمة طعامها الخاصة إلى محبي الأطعمة الصديقة للبيئة الذين يحبون استكشاف مطابخ الثقافات الجديدة دون ترك انبعاثات كربونية كثيرة حسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط. وكانت شركة الطاقة المتجددة الفنلندية نيستا أطلقت أوها إلى العام الجاري عطلات خالية من الانبعاثات الكربونية، حيث تقدم رحلات في جزيرة ليدو الصغيرة مصممة لتكون مستدامة قدر المستطاع. يقيم الضيوف في أكواخ تعرف باسم نولاز والتي لا يوجد بها مياه جارية وهي مغطاة بألواح شمسية وتستخدم الوقود المتجدد للطهي والتدفئة. المكونات المدرجة على قائمة الطعام هي مستدامة وجرى إنتاجها محليا ونقلها بوسائل ذات انبعاثات منخفضة من الوقود الأحفوري وطهيها بمقدار قليل من الطاقة ودون مخلفات غذائية. هذه الجزيرة ليست المكان الوحيد الذي يمكن العثور فيه على مطعم مستدام مثل هذا، حيث تمول ولاية كاليفورنيا الأمريكية حملة لدفع مزيد من المطاعم لتقديم وجبات خالية من الكربون. إلى الكاريكاتير.
هذا ما كان في جعبتنا اليوم، على أمل أن نلتقيكم غدا في صدى أقلام جديد. حتى ذلك الوقت دمتم في أمان الله ورعايته.